شارب حمصة 18 سنة، راح أشجع الأهلي طول عمري، بروح ورا الأهلي في كل حتة. رحت الاستاد ماتش يطلع برا، ماتش العودة صحيت الصبح نزلت ركبت قطر، اتعرفت على 2 من بنها كانوا رايحين معايا الاستاد. كان حسين دوت عايز يركب قطر يروح على بنها على طول، وزياد دوت عايز يركب قطر طنطا اللي هو كان طالع اللي انا ركبته ده عشان يركب من طنطا لبنها عشان كان عنده شغل الصبح، فسابوا بعض. فركبت مع زياد تمام، فاحنا وانا واقف قدام الباب القطر، فاول القطر ماشي فالتليفون بتاعي فلت مني وقع، فانا يعني بحاول الحقه، فرجلي يعني في حديده على الكوبري الابراهيميه سحبتني، وانا بحاول الحقه كده لما طلعت فسحبتني لبره. فزياد دوت بتاع بنها دوت رجع لي من سيدي جابر، بلغ هناك ورجع لي من سيدي جابر جري لغاية المكان اللي أنا وقعت فيه، وجاب لي الإسعاف ووداني على المستشفى. في العناية بعد العملية بيوم، تاني يوم من العملية على طول، يعني أول يوم في العملية دوت في العناية كنت فايق، بس يعني مكنتش حاسس بنفسي. بس تاني يوم بقى يعني وعيت شوية وحسيت باللي حواليا وكده، دخلت زيارات وساعد كابتن سعد سمير وكابتن أحمد فتحي. أنا لما فوت في العناية فبقول لمتولي أخويا يعني أطولي رجلي، فتقريبا أنا مش فاكر متولي أخويا أو مين، فهو ضحك عليا قال لي لأ ده احنا ركبنا لك شرايح ومسامير تمام. أنا حاسس يعني أنا كنت حاسس إن رجلي كاملة وفي شكوكة في صوابعي وبتاع، ودي من رحمة ربنا برضو، بس يعني ايه، بس حاسس ان انا قصرت رجلي يعني قصرت شوية، وقلت هما كلوا حتة ولا حاجة.